جميلة بحيرة رمز عابر للمكان، فلم يعد لم تعد مصرية، لم تعد جزائرية ولا مصرية ولا عربية ولا كذا، ولكنها أيقونة عالمية تمثل حينما تريد المرأة أن تصنع ده مجتمعا وأن تحرر وطنا كيف تبدو وكيف تكون صلبة وقوية وجميلة في هذا الجمال الشكلي والأناقة والأنوثة لا تتعارض أبدا مع القوة إن لم تكن داعمة لها. هاتك شايفة المرأة المصرية والمرأة العربية تحررت؟ لسه، لأن زي ما قلت قبل كده التحدي الذي تقابله المرأة المصرية الآن هو تحدي أن تؤمن هي نفسها بنفسها، أن تؤمن ولا زي ما بقول لا تتآمر مع الأعداء الكلاسيكيين اللي قلتهم، أعداء الثلاثة الكلاسيكيين للمرأة اللي هو المجتمع إذا كان رجعيا، الرجل إذا كان مصدوعا ومنهزما وغير واثق في نفسه، وسوء تأويل النص الديني. أولئك دي ثلاث أعداء كلاسيكية شهيرة تحارب أو تقلل من شأن المرأة في المجتمعات الرجعية، وجميعها يعني أعداء صغيرة إذا ما لم يساندوا بالعدو الأساسي والأهم والأخطر للمرأة وهو المرأة. إذا تآمرت على نفسها، إذا شعرت بأنها كائن ناقص، لما تيجي تسأليها تقول لها اسمك إيه؟ تقول لك أم محمد. تقول لها ربنا يخلي محمد، أنت اسمك إيه؟ تقول لك أم محمد. هي نسيت اسمها لأن ذكورا يعني أقنعوها أن اسمها عورة، رغم أن الإسلام يكرم المرأة باسمها، والإسلام لم يجعل المرأة تنعت باسم زوجها زي الغرب، ما بنقولش ميسيس كذا ميسيس نبيل، بنقول فاطمة نعود، مشيرة خطاب، إناس عبد الدايم، ها مايا مرسي، جميلة بحيرة، ما بتتقالش باسم ينسب إلى ذكر. فالمرأة إذا آمنت بقوتها وباستقلاليتها وبعظمتها وفرادتها صنعت المستحيل وطارت. احنا عندنا في مصر، احنا عندنا في مصر او تاني طيارة في العالم، طيارة يعني بايلوت كابتن طيار، تاني كابتن طيارة في العالم لطيفة النادي. عندنا مناضلات سيزان أبراوي وغيره وغيره، وزينب الكفراوي اللي شفناها النهارده، وعالمات وسميرة موسى وغيرهم، يعني في كل المجالات المرأة المصرية أثبتت وجودها. ولو هرد هتكلم على مستوى الوطن العربي، البغدادية الاستربية التي اخترعت الاسترلاب وهو زي البوصلة وغيره وغيره، يعني